المثالي يتكون من حرفين أولهم لام. فزدق بزدق لزدق لب 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 لب. فيلسوف. صباح الخير. فيلسوف يوناني صاحب عبارة تكلم حتى أراك. لا الكلمات بقت متقاطعة قوي بصراحة بقى اليومين دول. لا خالص. وبعدين هي اسمها عبارة مش عبارة، ودي جملة مشهورة جدا معناها إن الإنسان المثقف المتحضر دايما بيدي فرصة للشخص اللي قدامه يتكلم الأول وبعدين يبتدي يكون وجهة نظر عنه. سقراط هو اللي قالها. ايه ده؟ يا اختي اعملي فيها مثقفة بقى عارفة سقراط طبعا، ما انت شايفاني مدارس حكومة، هعرف منين سقراط ولا بكراط؟ هو انا قلت حاجة غلط؟ وانت كمان عايزة تغلطي؟ ما انا قاعد مهزق هنا بقى، أي حد يعدي يهزقني، ارطشيني بالقلطوشي بالقلم على قفايا. أنا ما قصدتش حاجة على فكرة. اللي بتقصدي يا أختي خير، عايزة إيه؟ استغفر الله العظيم يا رب. لو سمحت كنت عايزة أسأل على تسألي؟ أيوة تسألي بقى وعندك وجهة نظر. أيوة. وعايزة تنزلي الشارع تعمليه مظاهرات. إيه؟ وترفعي لي يافطة مكتوب عليها المرأة نصف المجتمع. لا. وتقعدي على القهوة تطلبي مشاريب طبعا، ما انت حرة مستقلة. هتبيرة يا عم سيد مش عبارة يا عم سيد. ايه ده؟ ايه اللي انت بتعمله ده؟ انا اصلا ما عنديش وقت اقعد على القهوه. طبعا يا ست هانم، وانت هتجيبي وقت منين؟ ما انت طول النهار في النادي مع ميمي وتوتو وسوسو، عمالين تعملوا في حفله باربيكيو وترش صوص الباربيكيو على بعضيكم وارين بعض سان كيسز. سان كيسز طبعا. انت دافع حاجه من جيبك؟ ما هو كله من فلوس ابوك اللي نهب البلد في كرشه علشان يجي على حق الغلابه اللي زيي. ايه يا عم انت تايه؟ بابا وماما وسان كيسز ايه بس؟ ده انا اغلب من الغلب. ايوه والله. يا اختي ما نعرفهم. استعباطي ده انا اغلب من الغلب والله. وتذكره القطر وقعت مني ونفسي الحد الادنى يتطبق. والنبي هات جنيه يا عم. بقول لك ايه، الله يسهل لك. ام عفيله. ايه ام عفيله؟ ايه ده انا اسف. انا اعرفك انت بتكلم مين؟ والله العظيم ما اقصد يا ست هانم. سايبك من الصبح تهزقني وسكتلك. انا اسف يا ست هانم، اللي ما اعرفك يجهلك. إيه؟ والله ما اعرف ان سعادتك زوجة رجل مهم. ايه ارجوكي مش عايزه اروح ورا الشمس، الدنيا حر هناك قوي صدقيني. بقول لك ايه، انا عفريت الدنيا كلها بتتنطط قدام وشي. حقك فخلي يومك يعدي بدل ما وزيني هولع فيك. ايه تولع فيا؟ دي ارهابيه. ايه ارهابيه؟ ارهابيه اللي في الشنطه دي قنبله؟ اقسم بالله سندوتشات. قنبله على هيئه سندوتشات؟ لا تكنولوجيا متطوره. مش عايزه اموت. ارحميني. طب ما تعيطش. ما تعيطش. بقول لك ما تعيطش. لا حول ولا قوة إلا بالله. طب يا سيدي حقك عليا، معلش أنا آسفة بس حبيت. نزلي إيدك. نزلي إيدك. عمالة تتسهوكي وتتلهوكي. عايزة تستخدمي أساليبك الأنثوية الجميلة الطعمة الحلوة علشان تستثيري غرايزي كذكر. لا يا ست هانم، احنا هنا في مكان محترم. قهوتك بردت يا مدام. يا فين القهوة دي؟ ايه ده في ايه؟ هي فين القهوة دي؟ خنقتني يا عم من ساعة ما جيت وانت عمال تقول عليا طويلة وصغيرة. انا غنية فقيرة ارهابية مش ارهابية. ايه؟ انت عايز مني ايه؟ لا انا قاعد مكاني، انت اللي جيتي وانت اللي عايزة. صح، ده انا اللي كنت عايزة. ايه ده؟ هو انا كنت عايزة ايه؟ هو انا كنت عايزة ايه ربنا؟ انا شفت بيخلص اربعة على فكرة. اخلص خالص. حاضر سكتنا. اسكت. سكتنا. خالص. افتكرت انا كنت عايزة اسأل على الدور اللي في السفارة. سفارة؟ سفارة. قولي كده من الاول. الطيران الجميل. ها دولارات انا حتى حلو الدولارات. اجندات محدش يعرف عنها حاجة. فين الميكروفيلم؟ هات الميكروفيلم. بقولك عايزة تسيبي بلدك واهلك وناسك. عايزة تسيبي بلدك اللي خيرها عليكي. عايزة تسيبي مصر. مصر السما الفستقي والقلة مملية وانا طير حزين بحبي لكن يما القمر. كتكمو ده شكل طير حزين. امال البطريق الحزين يبقى شكله ايه؟ بطريق. حرام عليك،
حرام عليك، مين اللي جاب سيره هجره؟ مين اللي جاب سيره هجره؟ ده هم كلهم سنتين هعمل دكتوراه في الانثروبولوجي ورجع على طول. دكتوراه في الايه؟ في الانثروبولوجي. وكمان ملحده؟ لا اله الا الله، لا اله الا الله. اكلم ريهام سعيد ولا حد معاه نمره ريهام سعيد اكلمها؟ لا اله الا الله. ايه ده انت بتعملي ايه؟ اللي بتطلعيه من الشنطه ده؟ لا لا للمخدرات. انت اقوى من المخدرات، انت اقوى من لا لا لا. يا نسا، يا مدام، انت يا ست، يا نهار اسود، يا نهار اسود، دي ماتت. ده انا كده هروح في 60 داهيه. انا عارف الاشكال دي كويس. هتقعدي بقى تموتيلي وتندفنيلي واعملوا منك شهيده واعملك صفحه على الفيسبوك يسموها انت اسمك ايه؟ ناديه سرحان. يسموها كلنا ناديه سرحان ويحطوا الشيت السود على صورتك. لا اقسم بالله العظيم لو ما قمتي موتيلك في اي حته انا